بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية طاحب السي ميمون السي أسامة موقع ريف ديال موقع من أسبوع وتكارت التاسخ تلبية النداء باش نلقي التصريحة. وفي البداية تشكر يوضان يخمري سلطان يوضان يخمري سلطان لين يوي سلطان قبل وتشكر المناضلين الكتوريك اللي تقن الحملة تشكر مطاس أطاس أطاس وعلى رأسهم السي محمد الصديقي السي سعيد البوزيدي يوسف المضمار وتشكر أيضا السي أورا منعم تونغيت عوان السازي زيخاريف. المهم باش تسلم السي ميمون كحزب العدالة والتنمية نوفر البلدية 2009 سقعد 7 الأعضاء، ولكن للأسف مباشرة يجي العام دوزيل ويكمل سحب نزيق تفويضت يعني الأقوى المعارض تقول 2011 شهر 6 تشين دي المعارضة يعني 10 سنين تشين دي المعارضة ثوز 2021 قاصري ما مشي وقع النتيجة مش توقع مش قال النتيجة مش توسع توقع أصلا أنت جن عدد الأصوات روح الملغات شين شن 3000 ملغات يعني ما لقيت حساب 3000 فلذا قصدي مش ضعيف شاوينا 15 باش توصل النتيجة شي اون طوان بيسا شمان يلمي ولكن شي كحزب العدالة والتنمية نقل مجهود النظر وباش تسنى ما مشي طاح الشيما والتنظيم نقل جن جن دي التفاوض ليس أربعة من الإخوة طاح حيث باش نلمي غيرين دي التفاوض توصل النتيجة يا وقبل النتيجة يعني جميع الوكلاء اللوائح الا 4 غنوضو سينشا وسين تقيمنا كينا تفاوضنا كينا وربعة لي قراش الشيخ ما تفاوض نتفاوض كثنين يا ثلاثة كل جمع مشي قال اقتراح الناس ربعة لي نشان كي جمع الميثاق نقضي المواقع نشي نش بعد كواكل اللائحة ولا كاتب محلي وهو شي غوال يحد استقبل اخ النيشة وما عطيت الكلمة لحتى شي واحد فوزت النتيجة جاتني شنو نحسب اربع عيدنا جواني موحيتي راه تخافي السي حالي بوطات يا شو ودي السي حالي منش لحدي الان على حساب الاحصائيين تقبل المحاضر وهذا ماشي نشا وهذا غيظهر والو الحساب ممكن هو تقعير خشاش ما مي غير دراسة هنا ودي راه حتى كان في قيم ناس لا تسخير وهو راه خشاش جيتني في وش الصباح ربعة من الاحزاب لقينا كينا الناس بلي العدالة والتنمية وتقعد شيء يعني ما مسوقينش العدالة والتنمية ولكن السي حالي بوطا فينا شارع اللي كيدير راح كلفنا الاخوان نروح قيمو وفي غدي نير اربعة الاحزاب نش خمسة مؤخرا قال يزد السي الفونتي ستة الاحزاب نقي من يظهر النتيجة تظهر مع سيدي واني الظهر مباشرة امين تستقبل المحاضر الستة المركزية صافي يظهر تمسرين يظهر دو غدا 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 تو غنغيني لي 18 يظن يعني التحالف ديال 18 من اصل 31 يعني المجلس الوني نتاع صافي اتفق الوني نتاع الاثنين مهم قيم المجموعين ولكن للاسف ربعة السياسيين والسماء ما فهمهم سما فهمتي راس السياسة فهمتي ماشي مخلولة ومرفوضة رفض مطلق نشاط هذا الدافينو وحدي رخمي سنين من مغين لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل سقاقو من خبير اثنين تجير غاث معاش من شغين عز مخطا هو سوى لنا كيسن تقي كيسن الجمعة من النيل ولكن واز ما غتصبغي منا النيل صافي روح نشد عائلين ونفر نفر نروح نقيم سما قيم غير زوليش وقيم ممكن نغني باش تسلم قيمة إيزولي كالعائلين ولكن للأسف ما رسن خفيج العدم الضغوطة ليس إغراء ليس أتصلت مسرعين ومش مش تسلم السيمي مورش قد تبعت مسرعش في البداية بعض الإخوة الحزبي أصبح نبيل وكيد يجيبوا الحملة وتعدوا خمس أيام واني منايا اشتغى روحنا كيفي ينشد
بحال اللي لقيتوني انت، ولي 5 ايام ما يوقع يجي نتيجه في النهار. يعني ضغوطاتي تغاري تسمى اسهل زي الضغوطات، وانا 5 ايام وقع عاج الضغوطات دلني شغلني مغار الطاس مغاري مغار الطاس. ولكن الحمد لله سيدي ربي وفق خير، بعد تصل هذه الثبات في مستريا. المهم ما مش قاعد بدا فؤاد سقسا بميس المجتمع البرنسا فسيغ فسيغ جزائر المجتمع عينو سنو سنو من خدمه قال تجيبو يا مني سنو من خدمه بمعنى الكلمه. المهم يقارب الاثنين الاثنين عام سيدي ديني غنكوينات باش تلقى المجلس ونيتني تو غاصن تسمى التعليمات. المهم لحد تو هو يظهر والو عطاسي خارج خلينا خافي الناس عطاسي خارج خلينا خافي الناس. في مثال قال شو ودي فؤاد سقسا خيرو حميساس حميساس من الترشيح الرئاسي شو روحك حد وروح هنا راك وانك وليفتي وربعة نيودان نانش باللي قيت في جنب الغمالي وهذه افتراء وبهتان وممكن ذكر الشغلين والسيد اللي كاين فيديو نشد تحترم وانت تبغي تحترم ايه ونشد حد الان تحترم تطلع سبحان الله سي سامح بالبهتان اللي خاتيك نش امير روح حالي فوطات كيغا كيس عقدة كيغا كيس كونتراتا باش تخدم خدام ديتينوس الافكار غادي يتجه تبغي دير المعارضه كي واش انت مسرين ولكن نش نهار يا زو تخدم خدام ديتينو على حساب الافكار غادي يتجه ديال العقل. المهم العقل على التحالف نهار الاثنين غاد الصباح توقع نسوا اتاق تاق اما ما اما دي متانع ويتصويت انا والدي تيسجع تمام لان الحوايج توقع غاصب زرينا ايه وانا اللي خارج قبل غير دغيا يسقى هذا العدد اللي يونس قفوا تغاثي كيدي تغاثي كيدي شو كي سنتوها يقع كي وذا ولكن ما كان حتى شي مشكل قيب لي الحق مالا ولي زدت قال المشاكل يعني واتجيبو حقنا غادي نوجد يعني الواقع عني واتجيبو باش تفكرت الحمد لله. المهم ما تقال شي بالعكس يا مني المهم انا يدو ذا فنك قال نروح نجي المكتب وتو غادي نربع غادي نوذا واخص نشا تشكيلياتي ماش قا قيمة خزار بيس ماشي نلقى الرئيس قبل يرفع طرف النغني نيتني هو لك الدرج ونشا سي موسلق كوش جميع وكلاء الله وني تغيت موال ما نش تغيت خدم تغيت كوشي تلقى الصغ وصل ارقى فلذا الشي نلقى المجلس لنا الحمد لله يعذو في مسير نيشان نتمنى ان شاء الله ما مش قاعدش في مثلا الشيخ ميس صور المجلس البلدي المدرسه رئيس 31 عضو ولكن دينج العضويه هي السكينه ش نهار السكينه تتغزيسي شي حاجه اكيد تتابع اكيد تتواصل ونش زكي ولا زكي كيس نغي تواصل مش اي خطوه اي حاجه تلقى غير كيس تواصل اسمي مغامي الجامي الجامي نيو فاذا انت خصاصي ليش العضويه وبطبيعه العاد بطبيعه الحال دين لي سيد العامل سيد الباشا إلا بقى ضروري كيف معاون إن شاء الله في المدينة باش الزيت ناني غزات و المهم الحمد لله. فلذا شي نهار قا خيوذ أنا خا كي بهتان الافتراء ممكن وعباد الله نسخا لي جن مسكين شي لي جن سين قريص راس ورق سخات يتزور ذاي تكذاي والسيدة شقا تتابع السيدة قسمخ السيدة سنخ وانيتا يروح ينسي ولا كعبدو وقت سنخ التابع قضائي سنخ تاريخ كيس هكي فلي إذا جتت من هذه السكينة كيف خبت يجن عدد تمسرين مروادي نبو السكينة وزمانا نغس وزمانا يغالي يغيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال السي بيمون ضروري ضروري السي فؤاد سي فؤاد يعني السي ورد الخوعات التحالف بين حزب العدالة والتنمية ضعب على الأحزاب النغني ذي البداية هو 18 تكمر ذي 16 نهار العدالة والتنمية وغنتاقد ماني غنار سوينا يعني الحقيقة إيجانيشن ما غالمعارضة قد المعارضة بقدي الأغلبية لأنه غامي جوضة للأغلبية غامي جوضة للمعارضة والسؤال مزوار يعني ما
راح نجهني تمثل العدالة والتنمية للمعارضة. السؤال الثنين وهو أنه تغيك ثارهات بأن فؤاد ساقساق يشاور بأن نهار التصويت هذه صوت الطرف الثاني ذوات السبب يجين أنه الفريق هشام فكري غادي يحضر على الجلسة، لأنه قال تلقى وعود تجير ثنيت السي فؤاد أنه قائمة غادي يسجلني صوتني غادي يمتنع قاع والديتيس. وضح لنا شوي شوي مسألة السي فؤاد، لأنه مسألة مهمة. واش جاوب خت وشي مسألة مهمة نغني، وهو أن السي فؤاد قال لي من 60 مليون قيت تصنت عاشين السي فؤاد، قال 60 مليون قيت عاشين هني يا نغماني سورة شوي غاز. وضح النقطة يا السي فؤاد، لأن مهمة يطاس يبدا نسور دي الشارع مش سنغ السي فؤاد. واش نقرا غاش سؤالا الشارع يعني قانت يوذن زار عندي يوذن دي الشارع. اما وجهة نظري نوش تحتفظ غزيس، لانه واش سنغ شك السنة ذا السي فؤاد. بس هي مشكلة قلت لها سيد هو هذا السؤال اللي قال نشوى من عامي كمي سنتي ونيقى نوالا ونيقى وراء ما لغش الحوجات ديو وقغس السيد يقى نوالا 60 مليون اكسيد اكسيد شيك اسيد مرا راك الحجه اش تشري شيك مش فاهم ليه خلينا نعرف الكلمه هنا وهذا البهتان اللي بتيرا. بالنسبه للاتصالات واش قام باللي قام بالاتصال فؤاد ساقساق وريم تاني على عبد الجنيه شطو غالي نجم الاتصال كي ولد وغالي نجم الاتصال. اما بالنسبه للميثاق بالبلاغ ديال الاخوان العداله والتنميه ديال الاقليم ونيجي المشكله تنجم ان شاء الله دي هذه اسمها دي سيناقش للمؤسسة اسمها داخلية فما بيهم. بالنسبة للسؤال الأول وهو ثني ذاير شكت واحد السان لو خدني توحس شو السي ميمون نسك والفاي لحزب العدل والتنمية 21 سنة شدا حزب القح وسنت مال الإخوان للنظر والإخوان ما رخين كبير النظر غير بعض روس ويكيدي الجيش شو اسمه موس ساس بنين صار جغري جلميزة ساس بنين صار موس ساس بنين صار ولكن المعلومات الشقيت غالي ما واحترم طرف نغن احترم ولكن الوجهة تفكرينه يفكر غطاس قيمة واحدة واحدة احتازينا قيمة واحدة يفكر مليح لي مليح وفي ضروري ذا خشيت ضروري ومؤكد والحمد لله نشنا راه ملكي دي جنستي في عدد بنين صار الاغلبيه تاع ناس السي فؤاد متكيد وني انت يعني الحمد لله اللهم لك الحمد وراح والطرف النغمي. اما البلاغ اللي يدين على حساب النوابه النيابه تقنيه وني التشكيله وتقبل بو المنطق وتقبل بو العقل كيف يعقل نش قاع اثنين العدل التميس نش اثنين النيابه ما المنطق لا خمس ما تقبلش فلذا فكر مليح والاخت النينو يكيدي ديك عدل مين داش غين يوقع خص الضغط خيج نزيد توا لا ما لا ماشي الحل ولا انت انت ثامو الناتج ولا الناس ما راهي فلان واحد يا ضحكي فلذا باش قاع السي ماشي سامع سي بارك اش ما يمكنش جالس تطلع عينو فكر مليح دير كيفاش يطول وغالي اليقين وغالي القناعة بمغارة سيمون جميل كيف الحمد لله أي واحد خصو يناقش ديما أنا يناقش ما كاين حتى مشكل شوف جدري هي المناقشة ناقش من داسي واخا انا عندي شويه نسقسي شويه السي فؤاد نهار تحت انا ودوستي وتخدم مثلا دين نبني نزار وحتى يعني الطرف الثاني يعني كنيو غام شويه الانتقادات الانتقادات تتعلق مثلا كيف يعقل ان خمسه الاحزاب السياسيه مختلفه ليس وجوه كل جند تفكير الناس كل جند طريقة الناس كل جند الاستراتيجية الناس أنه تخدم مثلا دين تنبني الإنسان يعني وتعتقد بو أنه يوقع الخلاف داخلي أصلا وخير. نيغ ذي نيجال الميثاق تتفق مخسخة ومزواد قيم خمسة يدوم تتفق نيغ تحال في ممني وهي يعني ثقته الأغلبية وهو صافي نيغ ذي نيجال حاشل أنه تتفق مخاس فاقم المهام فاقم في مسرعين باش تخدم مثلا دين تنبني الإنسان بعد قيد كيسم وثاني حاجه زي غدير هو ماشي الخميس سوار الحزب ماشي ما سوار دابا واخا الاحزاب ديال بنيصر خاصه دي اقليمي كمال
باش هاتين البرنامج الحزبان الحزبان الدنيا وهي تيشا نجد عارف حسن النية يودا نقي ما كيس واش تأكد خاصم خلاص نشين غنخدم في العقلية المجموعة ما يمكنش نشين في مثلا النواب الأغلبية كل جنة يخدم واحد ما يمكنش لا يمكن واخا يوقع المشكل وانا الزبون يكين انا زو الحل هي الاول باش وانا توقع هو المشكل جارة مع السيميمو خمي غانا في الحل المشكل او ناس انا زو ذيكي وني ذيكي اتنوجع اتخذو تقني اخش مش نهارا اخش مش سورتش نشي نعاود نهارا نزال نخدم السيميمو انا زمو الجبهات وانا زمو الجبهات نيك هو نيك الطرف نيك الطرف بولكي شي ندير بس ما تقدرش عدد المصالح خصك تنتيري باش ندير واحد العقليه المجموعه اتسيو الامس صحاب فوق صحاب وما صحاب الميناء مارينا خصك تخدم تما في العقليه في العلاقه ديال ما تبقاش هاك الموظف هاك العامل هاك الباشا هاك القايد هاك الخليفه مارينا شي نخدم هاك تخدم تما في العلاقه ونتحبو ديريكت الصفه اما ديجا تسريح ما تحدش الصفات من كلام اخر اخش مش ما مش تفكرش هو الفكره هي خلني غنسقي الاخوان وقبلت قبلت في النهار بعد طون تعال 8 ايام من فقر المهام كل يجي نشوف تخويضات الناس قبل الملايين او هو هذه المنطقه خويا ميم وبقى كل كي ندير تاع حدا زياري شو الثوره بوخ تسير هو ولا المعارضه راه عاونت خصنا نعاون ما مش طون تشي تقول معارضه جاره 2015 2021 هذه الاقتراحات شنو اللي عويجه جاشيني لا قادر واحد الظلم اللاعب في السيف بوز هاكش مين ترجع شي زيد شي وانت نشرب على زكي ولا ما قصرنيش سي فؤاد ما تفوت اذا شو شي اذا شو شين مش تقال تفوت البار كلشي خو عاد سيدك ديك قرفه تفوضه في الليل اين يا اخت تفوضه سي فؤاد واش الخوك الخو تفوضه في وشين نخدم في النار ويضا بقى اش دور اليوم ما نعيش فيهم شو هذا كل مشكل خلينا نبقى غمز وهذا غير غتفوز نش بعد بالنسبه للحاله المدنيه ليجاليزاسيون واش نتمارين نقول تفويض الرامي العوض واش نديناش ولكن ناش ممكن فهمت واش نديناش الشرطه الاداريه البيضاء الشرطه الاداريه واش ندير البارك فهمت اقش تفويض غادي يتجنن يعني البارك مزيان شي عجبي ليس الاداره العموميه ليس النظافه ليس المناطق الخضراء ليس تصنع حوايج ولكن ما جاش ني خاصني نتفق في الوالد العهدي اللي من كجار اسبري دي كيب يعني العقليه ديال المجموعه عقش مو يفكر باش انا اللي غنزل قبل ما وكينا مراقبه بيموت ان شاء الله وانا عندي بوز واش انت تتسبب على عيوب الاقتصاد ان شاء الله ديال السوسه صافي وهذا ميتو غاري لا قد كيت نشكر لا السؤال قالوا ذن قالوا بوركي سيفو ادينا يعني شوي واضحين لانه انج شوي الصدقه يا ولكن السؤال كاعلاميين نهار سيفو ادي جامج ايش الاشاره تم زين تي تيعدو خل بلاغات البيانات تي حزب العداله والتنميه ايتيزداد الكتابه الاقليميه الكتابه الاقليميه سيفو اد تبلي غاري كنيو انه متحم غا سي هشام فكري باش الاستوشن من الرئاسه كنيو والتصدام ورديج البيان ناخذ البلاغ ديال الكتابه المحليه يعني ما مش غتعامل اجل الحزب قلنا لا حتى تواضي ضغوطات ديال الكتابه الجهويه لا لانه السعر شوي و واش السعر شو سامحك شي مشكل نجلس ندير مزوان الشيخ طرحنا طوال غير اللجنه المحليه طرحنا طوال حالي اما اذا عدا خمس ايام عادي يوقع المشكل واني غنجدي الكلمه ديال غمزوان البالغ ولا الميثاق يتوصلوا للاخوان وسيحل داخل المؤسسه في البيت الداخلي لان لان الطرق يركز يعني المقابلين هذه ناس سوى الجهه اما بالنسبه للكاتب الجهوي سوى لكن عادي ما تجيبوش الحاج طمون يتصل كيري سوى كيري نجاقش الحاله يا مش غادي يدير فؤاد ثلاثه ليك ثلاثه ليك بارد متان عاد بارد تروح الدم لا تنضبطوا فهمتني غير عقش من يوقع على السيميون بالنسبه للبلاغ البلاغ التنظيم تاع تيو ودي شن ايادي خفيه يوث دي مانيج استمر من دين دي شن يقول معروف ان الله يبني صح سي شن تتصل كي ولا يسن في اذا العداله اللي برا فهمتني ولا اذا العداله اللي برا اذا برا يعني الكتابه الاقليميه اختار قنطي اذا برا السي فؤاد
لا وجب لي اختيار الخبير. يعني فرضا خاص انه يدي تا غندير خبوره قبل يتغير الخبرج، فهمت سيما؟ تا غندير خبوره قبل يتغير الخبرج للاسف للاسف. شنو راه المهم الساس غير ميزانينو فكر مليح عشان هذا وزينش تفكر لي مدايين لي مليح وشا يصير الطرح والطرحان اللي غاش قبل تمارس عبنيزا الاغلبيه. سؤال ديالو السي فؤاد، تقش مرتاح نفسيا معنويا في القرار ديال سيدي؟ شوف السي فؤاد، هو السؤال الاخوة اختي يثما قجينا هنا قجينا كيز سي بهاء سي زلالي عبد الله سي زكا حمزه ما رينا حرمنا تحب يخ. شوف السي فؤاد هذا شي غير الجمهور 12 يوم ضغوطات بمعنى الكلمة ضغوطات ضغوطات ديت كلشي مرمي على البيسا تاع خرج تتصل كي التليفون خصك تسير التليفون دابا التليفون ينون تبغى تصحص تصحص أسامة سما مالي أبي دا يفوت أسامة ينطر غا ناس أسامة ينطر غا كيري غا سرا غا يتعاود يمس يعني يوقع شوية الموينات ماشي قصوص تجي ولكن يجي بحاجة تسيمي مون تاخذ القرار ينو في بودي وطو غادي يجي الحمد لله وابو يلا زيش بحاجة وقيم مقتنع خميني قيم مقتنع ولكن شتواري مش بقوان كيم سعيد هذا ميزة. شكرا سي فؤاد. ايوا سي مون شكرك جميل، بارك الله فيكم في العميد الباب النداء، سي اسامه بارك الله فيك، سي وين رفديه، سي ميمون امن سبحان الله، شكرك جميل، الاخوان.